السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتي. اليوم إن شاء الله الموضوع تقريبا مختلف قليلا، بما أنه انتشرت أخبار عن ظهور وانتشار مرض أو فيروس الكورونا عندنا هنا في الجزائر. إن شاء الله ربي يعافينا ويكون الخبر، نتمنى جميعا أن الخبر يكون غير صحيح، ولكن هناك بعض الاحتياطات وهناك بعض الأشياء التي يجب القيام بها، أشياء بسيطة جدا للوقاية ولحماية أنفسنا وعائلاتنا من هذا المشكل إن شاء الله. هناك أشياء بسيطة جدا سأتكلم عنها باختصار إن شاء الله ستفيدنا، وإن شاء الله ربي يبعد علينا هذا المرض ويعافينا منه جميع الأمراض ويشفي جميع المرضى بإذن الله. فقط أتمنى منكم طلب، هذا الطلب مهم جدا، أنكم تقوموا بعمل لايك وشير للفيديو حتى يصل لأكبر عدد من الناس. يعني لا تستهينوا بهذه النقطة، يعني إذا عملنا لايكات كثيرة سيصل إلى عدد كبير من الناس وسيستفيد من هذه النصائح بإذن الله. أيضا أتمنى منكم أي نصائح أو أي أشياء تفيد الأشخاص تتركوها وتكتبوها في التعليقات وحتى يستفيد منها غيركم بإذن الله. بالنسبة للنصائح التي أقدمها، أولا الحرص جيدا على النظافة، أول نقطة هي النظافة، نحاول عدم الاختلاط أو ملامسة الناس الذين نلاحظ أنهم يعانون من الزكام أو العطاس، نحاول تجنبهم أكثر. غسل اليدين باستمرار، هناك نقطة، يعني هناك يعني طريقة يعرف بسيطة جدا تقريبا مثل الاختبار الذي يمكن أن نعرف أنه هناك إصابة أو لا، أو هناك مشاكل في الرئة، يعني تليف رئوي أو لا. في الصباح الباكر عند الاستيقاظ نقوم بإمساك النفس، يعني لا نتنفس لمدة 10 ثواني، يعني نمسك التنفس لمدة 10 ثواني ثم نقوم بالزفير. إذا لاحظنا أن هناك تنفس بعدها رجع طبيعي، يعني ليس هناك أي إصابة أو أي خطر أو أي مرض. أما إذا لم نستطع إيقاف التنفس لمدة 10 ثواني وبعدها قمنا بالسعال، نلاحظ أن هناك مشكلة في الرئة وضروري جدا مراجعة الطبيب. هذا بالنسبة لطريقة معرفة وإذا كانت هناك إصابة أو لا. نرجع للنصائح وللوقاية من المرض. قلت أول شيء النظافة، الحرص جيدا على النظافة، شرب الماء بكثرة، يعني في كل مرة نشرب كوب من الماء سواء نحن أو أفراد العائلة. الخطوة الثانية وهي تناول فيتامين سي، يعني هو عبارة عن أقراص فوارة، ممكن أننا نتناوله يعني مرة أو مرتين في اليوم. أيضا هناك نقطة أخرى وهي تنظيف جو البيت باستعمال هذا المكون وهو الحرمل. بالنسبة للحرمل يقضي على جميع الميكروبات أو الفيروسات الموجودة في البيت. نقوم بتبخير البيت بكمية من الحرمل، يعني هذا شكل الحرمل بهذا الشكل، ممكن أننا نجده عند العطارين، أو نبخر البيت أيضا بأوراق الكاليتوس. بالنسبة لشجر الكاليتوس منتشرة كثيرا عندنا في الجزائر، نأخذ كمية من أوراق الكاليتوس ونضعها في إناء يغلي ونقوم بتبخير البيت ببخار هذا الماء، أيضا مفيدة جدا. لا يشرب ماء الكاليتوس ولا ماء الحرمل، ممكن الحرمل أننا نحرقه أو نبخره باستعمال الماء، يعني أي طريقتين تنفع. أيضا هناك نقطة مهمة جدا وهي استعمال الليمون، شرائح الليمون. طريقة الاستعمال بسيطة جدا، نأخذ حبة من الليمون نقطعها إلى شرائح ونضعها في كوب ونفرغ عليها كوب من الماء المغلي، نترك الخليط حتى يهدأ ونشرب هذا الماء يوميا في الصباح، مفيد جدا، يعالج كثير من الأمراض. يعني هذه مجموعة من النصائح والتدابير للوقاية حتى
حتى نقي أنفسنا إن شاء الله من هذا المرض، إن شاء الله بيبعدوا علينا ويكون الخبر غير صحيح. إذا كانت عندكم أي نصائح أخرى أو تعليمات أتمنى أنكم تفيدونا بها في التعليقات. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.